فين يا رب روحك القدوس اللي وعدت انك انت تجعله في داخلنا؟ انا شاعر ان انا بتصرف بروح بشري، لكن فين روحك القدوس بتقول واجعل روحي في داخلكم؟ انا همسكها عليك، دي انا همسكها عليك وهتخانق معاك واقول لك نفذ مواعيدك، نفذ عهودك، نفذ الكلام اللي قلته لي الذي جعلتني عليه اتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي. وبتقول ايه تاني؟ بتقول واجعلكم تسلكون في فرائضي. طب ده انا اقف عند الايه دي وما سيبهاش ابدا. اجعلكم تسلكون في فرائضي، يعني مش انا اللي بسلك، انت اللي بتجعلني اسلك. طب ما دام انت اللي تجعلني اسلك، ليه ما سلكتش؟ انا زرجنت معاك وضبني، اشتغل فيا، صلح العناد بتاعي، فيا عيب شيل العيب، فيا عناد شيل العناد، فيا خطيه شيل الخطيه، اشتغل يا رب فيا. انت مش كانوا بيعاروك يقولوا عليك ابن النجار؟ نجر فيا، امسك المنشار وامسك الفاره وانشر ودق واشتغل واعمل عملك. امسك كتله الخشب الوحشه دي وطلع منها عرش كرسي تجلس عليه. واجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون كلامي وتعملون به. انا اجعلكم،